شوف الحظ، اول ما نزلت كان يصير ضربات جزاء، هو حارس مميز قاعد يسوي انجازات، غطى على حتى من يعني سمير سعيد الله يرحمه. صارت عندنا مشكله اللي هي 13 لاعب اصيب، عشان شي اقول لك انا من 16 صعدت لعبت اساسي. إذن كابتن عبد الله عاشور، على مستوى المنتخب متى كان أول استدعاء لك؟ أول استدعاء لي عقب ما أخذنا الدوري ومستانسين وتدريب، قبل إذا استدعوك المنتخب يعني أنت كأنك ماخذ دكتوراه صراحة، يعني الحين شوف شلون حفلة وأنا من نوع يعني جيلنا مو من نوع بطل جريدة ما تشوف التلفزيون، كنت دائما تشوفنا بال يعني لعب فريق، لعب تعالي بخروح مثلا نلعب مباريات، فكان نعم. عمي كله شغفي كرة القدم. يا سلام. فواي التمرين جنطتي، احنا النادي العربي قبل يمتاز، لاعب المنتخب له برستيج بروحه. يعني وهذه كانت الشغلة من السلبيات لكل الاندية، كانت اول لاعب المنتخب ما يتحاشى. فداش بجنطتي يبش عليه استدعوك منتخب أنا مو مصدق مستدعيني منتخب يعني أثاري. كان أيامها جيل ليفانوفسكي كان يستدعي 90 لاعب، استدعانا اختبار الحين قاعد يسوونه اللي هو سرعة اللاعب جسمه مرونته ما أدري. فسنة 94 لا استدعوني حق تصفيات كأس العالم اللي هي كانت بالإمارات، كنا إحنا والإمارات وباكستان. من الحراس اللي كانوا معاك؟ كانوا وياي حارس مرمى نادي خيطان، ويانا بعد مدة العربي يعني يانا بعد قبل ما أنا ابتعدت، هو يا كابتن يوسف ثويني وحارس نادي اليرموك علي الخليفة. وصدفة أن حارسين يصيرون غرفة واحدة، هو كان رميت يعني علي الخليفة وكان في حارس الجهرة، المشكلة مو ذاكرة بس يعني كان ويانا احنا فلاح كنا أربع حرزة. لا فلاح كبير. فلاح 92 راحوا سيدني، احنا اللي تحتهم كنا 94. فرايحين يعني هذه مو قصورا فيهم، فكان نادي رايحين نلعب ويا منتخب الامارات مجهز شغله حق تصفيات الثانيه، يعني هو حاط ان غالبنا مجهزين امورهم بجاكرتا باندونيسيا. لعب ولعبونا ويا باكستان عشان يشوفون التشكيله، عشان مباراه ورا احنا والامارات، وهم يلعبون يا باكستان يعرفون كم احنا يبنا يقدرون يبون، لان احترام الفريق الباكستاني كانوا فريق عادي يعني. هزمناهم 5، جينا مباراه الامارات صارت قصه بالمعسكر حلمان شي قاعد قشمر ويا الشباب، قمت من الحلم قاعد قشمر يعني المفروض ما اقول الحلم بس قلته شي من باب الله يعني حلمت، قلت لهم ان انا حلمان نصاد بلنتي يعني او شيء قولنا بلنتي وصاد بلنتي، فقعد يضحكون الشباب انه يلا حلمه هو. جينا بالمباراة، بدأت المباراة طبعا كانت الرطوبة 250% مو 100 رطوبة كثر ما نقدر. لعبنا المباراة الشوط الثاني ضربة جزاء لنا، كان الأمور يعني كانت أمور طبيعية يعني ما حد توقع بلنتي كابتن مشاري جاسم وسددها الله يذكره بخير محمد الشمالي، سجلنا 1-0 ماكو 5 دقائق الحكم يعني تحقق احترامي للحكم يعني كان حكم سعودي جامع الإماراتيين عطاهم بلنتي ما تنعطى حتى الحين هو مدرب اسمه عبد العزيز العنبري، ماكو تحرك طاح براشه يصفر بلنتي اوف يا هني الكل طالعني عبد الله الحلم بيصير صدق يا معال خلي شوته ما حط عليك ضغط الحلم كابتن عبد الله لا واثق حارس المرمى اذا ما يكون واثق انا لما ادش الملعب اكون واثق بالمرمى ما احب اني ارتبك واخاف لان لما ادش مثل القتال عندي حرب لازم يعني هذا الجول اوكي حارس المرمى بيدش عليك بس لازم قتال يعني. والله وصد البلنتي هدوا الكره طابين على يعني قلت لهم هجمه لا يقولون فقاعد ندز الشباب يعني هني بدايه انطلاقه رحنا تصفيات الثانيه بعدها استدعوني منتخب الاولمبي حق تصفيات اتلانتا بعدها 98 صعدت مع فريق الاول 98 تصفيات كاس العالم اللي هي في فرنسا هني صارت مشكله النهائي ويا كاس ولي العهد ويا ما شاء الله
استبعد كل اللاعبين بس أسامة حسين، لكن يعني استبعد قصدك اللاعبين العربي يعني. لاعبين العربي من بعد المشكلة غلبناه بكأس العالم لأنه صار مدرب كامل والمنتخب. فهل تتوقع اليوم أبو عبد الوهاب مدرب حجم ما شاء الله يدمج بين تدريب للمنتخب والنادي يعني؟ هذا وينقل مشاكله يعني. إيه هو يعني للأسف كانت شغلة سلبية يعني، أنا يمكن أعترف فيها الاتحاد إنه كان المفروض تنتهي البطولة بعدها تخليه يصير مدرب، بس كان هو من أفضل المدربين حبوا يعجلون ونجحوا يعني الاتحاد، بس هو عتب إنه ضغط على نادي يعني. انه يعني في من لاعبين كاظمة يعني وجه لي لاعبين كاظمة اي وجه لي يعني بين الشوطين. نعم. بعد ما انتهت المباراة فزنا 2-1 لاعب من كاظمة وياي كان بالكلية كنا ندرس مع بعض قال لي كلمة يعني ما بيجيب اسمه. نعم. الله يذكره بالخير يقول لي ما ان شاء الله يقول فوزه وشوف راح نسوي باللاعبين العربي يعني، كان روح الانتقام كانت موجودة عنده. لا ما انا شيء مستغرب وما نتمنى انه يصير مثل هذا. والله هو ليش انا اقول لك العربي يعني هالكلمة الحين صارت جديدة بمن حضر. العربي يلعب مجموعة يعني، تشوف الكرة يمكن من الطرائف اللي صارت ويانا توري بصل، وكان عندنا قبل كابتن الكبير من افضل المحترفين بعد اللي يو ومميزين توفيق بلاغة، من الطرائف اللي صارت بالنادي يانا الله يذكره بالخير ولد ابو الحسن حسن ابو الحسن اخوه اللي بنادي القادسيه. نعم. هذا عرباوي هذا غدساوي. فقال اللي يقول له 50 دينار. الدوري هذا بالذات اسرع فريق وصلنا له 16 جول يعني خسرته اي لان منصور باشا عزيز عاشور. نعم. النص وعبد الله وبران يعني اي باص لو بس يتلفت قاعد كان يجتمع فينا مره ثانيه. قال يا جماعه اللي قول جول قول 10 اعطيه 50. شاف 17 جول ما يبي راتبه كلها احلى الفلوس. ف يعني من المنتخب هني صارت المشكله. انا استبعدت المنتخب حتى فيرتي فوكس اتذكر لما جاء بالمنتخب وبلغني قال لي انا اذا بستدعيك لانه شاف ان انا لعب 6 مباريات ما علي ولا هدف وقاعد دي قال انا ابي حراس طوال. واجهني يعني وانا احترمته كحارس مرمى يعني مدرب عنده راي. قال انت انا حاطك رقم 6 اذا بستدعيك انت سادس حارس مرمى. فتدري حارس المرمى مركز واحد، مو لاعب يقدر والله يلعبني باك يلعبني طرف ولا وسط، حارس مرمى مركز واحد. فالحمد لله اللي قدرنا وصلنا لهذا الحد. هذا بالنسبة للمنتخب. أبي أقرب بطولة لقلبك على مستوى النادي العربي حققتها مع النادي؟ والله أحلى بطولات طبعا كاس سمو ولي العهد، لأن 4 بطولات يعني كان تواجدي فيها يعني كأساسي وأنا أفخر فيها. كانت بطولات ويوم ختم طبعا قلت لك كاوي الدوري. شو كانت البطولات؟ كاس ولي العهد كلها خذيناها 4 مرات يعني متفرقة امتلكنا الكاس. واللي كانت حلوة على قلبي بطولة الأندية مالت كاس مجلس التعاون. نعم. الأندية طبعا كانت أول منافستها قوية، احنا الفريق للمرة الثانية يعني خذوها أول ما بدت واحنا خذناها بقطر. نعم. وختمت ان انا يوم قلت والله بوخر عن الفريق شلت كاس حضرة صاحب السمو سنة 2005. ومتى كان خطة أو فكرة الاعتزال راودتك؟ والله أنا ما حبيت إني أعتزل، بس صار موقف مع طبعًا إحنا المشاكل الواحد لازم تصير بكل نادي يعني. أنا ما أعتب على اللي موجودين، فاحنا بشهر فضيل دائمًا نسامح يعني. أنا ما أحب وأي عمل جماعي اليوم، أي عمل اليوم في اختلاف وجهات النظر، في سوء فهم وما إلى ذلك. نعم. إيه وهذا الشيء وارد يعني. حتى الناس يمكن من ضمن المواقف اللي صارت لي يعني، في مدرب اسمه دراغان هذا أنا ما أنساه من أفضل المدربين. شوف مع اللي سويه، صار اجتماع مرة بين اللاعبين وكانوا يحتجون على الظلم وانه ظلمني ما ظلمني، فقعد فند كل اللاعبين يعني. تقوله قايل لي الكلمة انا تفاجأت فيه. عقب ما افتر على اللاعبين كلهم انت كذي عطى ملاحظات يعني. لما نوصل عندي قال الوحيد اللي فيكم اذا بعتذر له بعتذر حق عبد الله عاشور فقط، ولا واحد راح اعتذر. احرجني. فبهذه انا حسيت انه في ناس يقدرون إخلاصك مع الفريق.
طلع محضر الاجتماع الكويت، كان ادق على الوالد قلت له يبا ابيك تجي وياي النادي، انا ما ارضى انا يا العب ضد الغاسيه. قال لي تعال. جيت ولا امين السر كان الله يشفيه كابتن عبد الرحمن الدوله. بعد الموسم صعدنا دوري الممتاز الحمد لله، يعني اول سنه صعد دوري الممتاز، لعبت موسمين صرت اول حارس، اخذ راتب كمحترف، خلصت من الوكاله وقفتها شويه، صرت مع نجاح مجلس اداره رئيس النادي اخوي عبد العزيز عاشور واخواننا الموجودين طلبني اني امسك فريق الشواطئ مدير الفريق. مسكت الحمد لله 11 سنه الفريق ما كان باخذ دوري، خذينا الدوري.